صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام. النهاردة الجمعة 4 نوفمبر، حلقة جديدة من برنامج هذا الصباح هنكون مع حضراتكم فيها على مدار الساعة القادمة بإذن الله. النهاردة هنتابع مع حضراتكم النشاط المكثف اللي كان على مدار الأسبوع لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بدأوا بحضور إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، ولشاع توجيه سيادة الرئيس باستخراج الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين، وده لمدة 3 شهور. وكمان سيادة الرئيس رأس وفد مصر في القمة العربية بالجزائر على مدار يومين. كمان هنتابع مع حضراتكم آخر استعدادات شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ، لأن خلاص فاضل 48 ساعة تقريبا بتفصلنا عن بداية هذه القمة، الحدث الأهم في العالم، واللي هيكون في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 لحد 18 نوفمبر الحالي. هنختتم جولتنا زي ما تعودنا دايما بالتعليق على أخبار الصحف، ودلوقتي مشاهدي الكرام هنروح بسرعة لأبرز عناوين هذا الصباح. نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع. أنظار العالم تتجه إلى قمة المناخ في شرم الشيخ. وقراءة في أبرز عناوين الصحف المصرية مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي. عايزين تعرفوا عن مصر، مش إحنا اللي هنقول إيه اللي حصل في مصر، ومش بنقول إن إحنا إيه اللي إحنا عملناه في مصر، إحنا بنقول دي ده مصر اللي عملته لنفسها، شعبها، حكومتها، كله مع بعض ايد في ايد واحدة من أجل تجاوز التحديات اللي موجودة عندنا. تصوروا إن احنا في مصر إن شاء الله نقدر نحول حياة 58 مليون مصري. يا ترى نجحنا في الخطوة ديت اللي من الألف خطوة اللي احنا عايزينها؟ أتمنى إن احنا نكون نجحنا. احنا بنعمل حاجة غير مسبوقة في تاريخ مصر والمنطقة. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدي الكرام، ونبتدي مجموعة أخبارنا بالحديث عن النشاط المكثف على مدار الأسبوع لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بدأوا بحضور إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، واللي شهد توجيه سيادته باستخراج الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 شهور. وكمان سيادة الرئيس رأس وفد مصر في القمة العربية بالجزائر على مدار يومين. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع. استهله الرئيس بحضور إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد. وشهد الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس افتتاح وتدشين 64 مشروعا ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ. ووجه الرئيس خلال الافتتاح باستخراج الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر على أن يتم تقييم الوضع بعد ذلك، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي. إحنا هندي الرخصة دي كده لكل المتقدمين لمدة 3 شهور ونشوف الدنيا هتبقى عاملة إزاي. بس أرجو إن إحنا يعني وإحنا بنعمل ده واحنا بنتحرك التحرك الكبير ده وبنفتح الباب قوي على اخره، يعني انت عارف ان اليات العمل والحوكمه يعني مش زي ما احنا عايزين في مصر، تمام. فبرضه احنا ما هو السبب في الـ واحنا كلامنا في المؤتمر اللي فات، يعني ان اللي انتوا بتعانوا منه احنا مش عايزينكم تعانوا منه، لان احنا يهمنا في الاخر اصل مش انتوا احنا، ده احنا كلنا مع بعض ويهمنا ان البلد طبعا يهمنا ان تطلع قدام. لكن على كل حال 3 شهور الرخصه الذهبيه لكل من يتقدم، انا مش هحددها برقم دكتور مصطفى،
ولكن أرجو أن احنا نبذل جهد شوية مع المستثمرين لأن احنا ننفذ الالتزام ده لمدة 3 أشهر ونراجع. لو الأمور مشيت كويس ولنا حجم الإنجاز يعني كان مشجع، نقدر نفكر أن احنا نستكمل كده 3 أشهر تانيين ولا لأ، أو نقول طب نرجع للنظام القديم اللي احنا اللي هو الرخصة الذهبية للدكتور مصطفى. فاحنا هندي 3 شهور بالطريقه دي. شكرا يا فندم، كل التحيه يا فندم. واكد الرئيس السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي الاول للصناعه ان الدوله ستعمل على مسانده القطاع الخاص، مشيرا الى انه سيتم صرف نحو 1 تريليون جنيه على مبادره حياه كريمه. اتصور ان التحدي بيولد فرصه، مش بيولد عقبه زي ما الناس متصور. لا والله، التحدي بيولد فرصه والازمه بتولد فرصه. لو احنا كان عندنا عندنا الإرادة والاستعداد، انا هقول لكم حاجة، في كتير من الأنشطة اللي بتتعمل بتبقى محتاجة الدراسات ديت عشان نطمن ان هي تبقى، لكن في حاجات باينة جدا واضحة جدا، زي موضوع الخامات الدوائية اللي بيتكلم عليها، زي موضوع المعدات كلها اللي احنا بنجيبها. يعني النهارده لما بنتكلم على ترمبات لغايه 80 طن، يا جماعه احنا بنتكلم على حاجه كريمه هيتصرف عليها حوالي 1 تريليون جنيه، وهتفضل في عمليه احلال وصيانه لها خلال السنين اللي جايه. يعني ما حدش يعني يبقى قلقان قوي على ان المنتج اللي هو طالع معاه ممكن يتعرض ل، طيب لو في مشكله احنا مش هنقف جنبك. وعقب ذلك تفقد الرئيس السيسي المعرض الدولي الأول للصناعة، وخلال جولته حث الرئيس المصنعين على ضرورة تقديم أفضل المنتجات المصرية وتعظيم وتوطين الصناعة المحلية. وعلى هامش مشاركته في الملتقى اجتمع الرئيس السيسي برابطة رجال الأعمال القطريين، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. وأجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الكيني ويليام روتو، حيث تقدم بالتهنئة له على فوزه مؤخرا بالانتخابات الرئاسية الكينية، كما تناول الاتصال التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة قضية سد النهضة. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني لتهنئته على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكدا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق والحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب. وفي اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وجه الرئيس السيسي بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما توربينات الرياح والألواح الشمسية، وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة. وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزير التموين تابع الرئيس السيسي موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما افتتح الرئيس السيسي مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم. وأكد الرئيس السيسي في مداخلة له خلال حفل الافتتاح على أهمية إنشاء الشبكة، والتي كانت بمثابة حلم تحقق للمساهمة في تأمين البيانات والاتصالات بشكل كامل. احنا هنخلص الجمهورية بالكامل خلال 4 شهور. تمام يا فندم. كده وانا بس خليني يعني اشكركم كلكم جميعا، كل اللي ساهم في هذا المشروع دكتور مصطفى وكل الوزارات المعنية بهذا الامر، وده كان حلم حلمنا بيه من سنين طويلة فاتت يعني، والحمد لله ربنا وفقنا
ويعني خلصنا تقريبا. وانا بس عايز اقول لكم على حاجة، في كل المشروعات اللي زي كده يمكن كتير من اللي بيسمعونا بيشوفونا يمكن ما يكونوش متصورين ايه اللي ممكن تقدمه المنظومة ديت للدولة المصرية وللأداء والجودة الحياة وحوكمة البيانات وسلامة الإجراءات وكلام من هذا القبيل. ويمكن دايما كان محتاج مننا ان احنا في الإعلام نشرح أكتر ونفهم الناس أكتر. لما أتكلم على يعني من غير ما أخش في تفاصيل كتير يعني يا بكر، تمام، لما بنتكلم على تأمين بيانات وتأمين اتصال احنا بنتكلم هنا على حاجات فنية يعني مش عارف اقول، يعني الدكتور مصطفى بيقول لي معقده، انا عايز اقول له هي مش بس معقده، بس لا، هي حجم التامين اللي فيها قد يصل لنسب عاليه جدا جدا، مش عايز اقول 100% عشان ما بقاش بكلم ولا يا بكر. تمام يا فندم، يعني الكلام اللي معمول فيه كلام مش هيتقال خالص. تمام. في الموضوع دوت، لكن هو الهدف منه ان احنا الاتصالات والبيانات المتداوله على هذه المنظومه تبقى يعني يصعب ان ما كانش يستحيل التدخل فيها او اعاقتها. وبمناسبه انتخابه رئيسا للبرازيل، تقدم الرئيس سيسي بالتهنئه الى لولا دا سيلفا، متمنيا له كل التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق للتنميه والازدهار. وفي منتصف الأسبوع توجه الرئيس سيسي إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية 31، وكان في مقدمة مستقبليه بمطار هواري بومدين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية. وفي اليوم الأول للزيارة التقى الرئيس السيسي أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة القضايا ذات الأولوية للدول النامية. كما شارك الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية. وفي اليوم الثاني من الزيارة التقى الرئيس السيسي عددا من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث التقى الرئيس السيسي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والرئيس التونسي قيس سعيد وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. وفي كلمته أمام القمة العربية أكد الرئيس السيسي أن القمة تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع عدد من الأزمات العالمية، ومشددا على ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمنع التدخلات الخارجية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ما زلنا نحتاج لمزيد من العمل العربي الجماعي حتى في التعامل مع الأزمات الجديدة التي جاءت لاحقة على القضية الفلسطينية في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان، وإلا سيظل أمن وسلم الشعوب الشقيقة في تلك الدول مهددين بتجدد ويلات تلك الأزمات، وستظل الأخيرة ثغرات في المنظومة العربية ومراكز لعدم الاستقرار، هو ما يؤثر علينا جميعا ويعرقل جهودنا في التنمية والتكامل. وفي ختام كلمته أمام القمة العربية وجه الرئيس السيسي رسالة للشعوب العربية، مؤكدا أن مصر ستضع دوما نصب أعينها التماسك العربي، وستظل أبوابها مفتوحة لكل العرب في سبيل الدفاع عن حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة. أتوجه برسالة إلى شعوبنا فأقول: ثقوا في أمتنا العربية، فهي صاحبة تاريخ عريق وإسهام حضاري ثري وممتد، وما زالت تلك الأمة تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا، وعلى رأسها عزيمتكم وعقولكم وسواعدكم، وثقوا في أن مصر ستضع دوما نصب عيونها تماسك الكيان العربي وصونه وحمايته، وستظل دائما حاضرة دعما لكم، وستبقي على أبوابها مفتوحة أمام كل أبناء العرب في سبيل الدفاع عن حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة.
ليختتم بذلك الرئيس السيسي زيارته إلى الجزائر عائدا إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. حقوق الناس، حقوق 100 مليون يا جماعة. بيعايرونا بفقرنا، بس أنا مش هسكت. لا يمكن هنسمح أبدا إن احنا يبقى عندنا عشوائيات كده تاني أبدا. أنا بقول لك هعمل لك شبكة طرق في 8 سنة تمسك مصر كده. بنحاول كتير قوي مع كل شبابنا ان احنا نوفر فرص حقيقية لمستقبل افضل. احنا بنعمل لأهلنا، لناسنا، لبلدنا، واحنا بنعمل الاجراءات ديت عينينا على المواطن اللي هو البسيط. الناس ظروفها صعبة، لو احنا نقول نلغي بطاقات التموين لا، مش هيحصل الكلام ده. مسار الإصلاح اللي احنا بنتكلم عليه في جزء كبير جدا منه بيرجع للشعب المصري. كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديها. هندخل على مراكز كاملة بالقرى اللي موجودة فيها بتوابعها، عشان لما نخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى ما يبقاش فيها حاجة ناقصة خلاص. هنفضل كده، نفضل نبني ونعمر لغاية آخر لحظة. أجدد لكم عهدي أمام الله بأنني سأظل أعمل بتعاونكم وجهدكم، بدعمكم ودعوات البسطاء منكم، من أجل حياة أفضل لنا جميعا نرضي فيها الله عز وجل ونعلي شأن وطننا العزيز. ثمانية واربعين ساعة تقريباً بتفصلنا بداية قمة المناخ، الحدث الأهم في العالم اللي هتحتضنه شرم الشيخ خلال الفترة من 6 لحد 18 نوفمبر الجاري. رؤساء وقادة دول العالم وممثليهم هيجتمعوا في شرم الشيخ لمناقشة التحديات اللي بتواجه العالم من الناحية المناخية. 197 دولة هيكون ممثليها موجودين في القمة 27، ده بالإضافة لاستضافتها للمؤتمر، بتدفع مصر في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، وعلى رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015 واتفاقية قمة كوبنهاجن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ. البلدان النامية هي الأكثر عرضة للأثار الضارة للتغير المناخي زي الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العام واللي بيترقب العالم نتائجها، وتشهد جلسات من الحديث بصراحة بهدف الوصول لقرارات حاسمة. Thank you.
واحنا بنتكلم عن احتضان مصر لقمة المناخ، مهم كمان ان احنا نتكلم عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. المبادرة اللي بتأتي في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة كوب 27 والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وكمان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بيتم تنفيذها على مستوى الجمهورية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وده من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها. تفاصيل أكثر هنتابعها في هذا العرض. ومشاهدينا الكرام، للمزيد عن شروط التقدم للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية نتابع هذا العرض. يا الشمس نوري على الأرض الطيبين، يا نيل اجري بالخير ليهم الدين، بارك يا رب في أرضها واحفظها يا رب العالمين. يا الشمس نوري على الأرض الطيبين، يا نيل اجري بالخير ليهم الدين، بارك يا رب في أرضها واحفظها يا رب العالمين. عمرنا الأرض كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد أصواني أنا مش أي حد، بإيدينا سنين عمرنا الأرض كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا أصواني أنا أصواني أنا مش أي حد. وهنوم باقي كان هدي اللي في النانا، وركي ليوزي في النانا، وهنوم باقي كان هدي اللي بلدنا جمالها سيرة على كل لسان، تزورها مرة ترجع لها كمان وكمان، ملكة صمرة متوجة في أي زمان، ملكة صمرة متوجة في أي زمان. بإيدينا سنين عمرنا الأرض كرمنا زايد ملهوش حد،
وصلنا هنا من سابع جد تصوري أنا مش أي حد بقينا سنين عمرنا الأرض كرمنا زايد ملهوش حد وصلنا هنا من سابع جد أصواني أنا مش أي حد أصواني أنا مش أي حد أصواني أنا مش أي حد أصواني أنا أصواني أنا أصواني أنا مش أي حد أصواني أنا مش أي حد وأول مساعة تبقى 8:30 في هذا الصباح. إذن ده موعدنا مع أبرز أخبار الاقتصاد ونقول صباح الخير لزميلتنا يارا مجدي. صباح الخير عليك يارا. صباح الخير عليك دعاء وصباح الخير على المشاهدين في هذه الجولة لأبرز وأهم الأخبار الاقتصادية، حيث دعت وكالة الطاقة الدولية أوروبا للتوقف عن الإفراط في التفاؤل بشأن احتياطيات الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض واتخاذ إجراءات عاجلة للاستعداد لفصل الشتاء المقبل. تجدر الإشارة إلى أن مرافق التخزين في أوروبا ممتلئة الآن بنسبة 95% تقريبا، هو ما يزيد بنسبة 5% عن متوسط الخمس سنوات. حذر بنك إنجلترا من أن المملكة المتحدة تواجه أطول فترة ركود في تاريخها، حيث رفع أسعار الفائدة على التوالي بأكثر من 33 عاماً. في توقعاته البنك الاقتصاد البريطاني قال إن البلاد ستواجه ركوداً صعبة للغاية لمدة عامين وستتضاعف البطالة تقريباً بعد رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى 3% من 2.25%، وهي أكبر قفزة منذ عام 1989. اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل حاد في سبتمبر، وذلك على الأرجح بسبب تداعيات ارتفاع الدولار وتراجع الطلب العالمي على الصادرات. وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري ارتفع بنسبة 11.6% إلى 73.3 مليار دولار، وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.1%، بينما زادت الواردات بنسبة 1.5%. تعتزم الحكومة الألمانية الإفراج عن الدعم المالي المخصص لحماية الغابات المطيرة في الأمازون، وذلك بعد فوز الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دي سيلفا برئاسة البرازيل مجددا. وقال وكيل وزارة التنمية إن موارد صندوق الأمازون المخصص لحماية المناخ والغابات المطيرة مجمدة حاليا، لكن من المنتظر إعادة إتاحتها مرة أخرى على نحو عاجل. وإلى أسواق العملات الأجنبية في مصر، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري أمس للشراء 24.20 جنيه وسعر بيع الدولار 24.29 جنيه، كما سجل سعر شراء اليورو 23.58 جنيه وسعر بيع اليورو 23.68 جنيه، وسجل سعر شراء الجنيه الاسترليني 27.4 جنيه وسعر بيع الجنيه الاسترليني 27.16 جنيه، كما سجل سعر شراء اليوان الصيني 3.30 جنيه وسعر بيع اليوان الصيني 3.32 جنيه، وسجل سعر شراء ريال السعودي 6.43 جنيه وسعر بيع ريال السعودي 6.46 جنيه، كما سجل سعر شراء الدرهم الإماراتي 6.58 جنيه وسعر بيع الدرهم الإماراتي 6.61 جنيه.
ومن أسعار العملات إلى أسعار الذهب، فقد سجل عيار 21,187 جنيها، وعيار 24 سجل 1,357 جنيها، فيما سجل عيار 18,017 جنيها. أما الجنيه الذهب فسجل 9,469 جنيها. مشاهدينا، إلى هنا انتهت هذه الجولة من الأخبار الاقتصادية، ولكن هذا الصباح مستمر، والآن عودة لاستكمال الفقرات إلى الزميلة دعاء جد الحق. شكرا ليك يا يارا على الأخبار الاقتصادية، وبالفعل مشاهدينا الكرام هذا الصباح لسه مستمر مع حضراتكم. الإنسان المصري صانع الحضارة، أكبر وأقوى من تلك المساعي المضللة الكاذبة، ولديه قدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم وعقله الواعي ما بين الغث والسمين والهدم والبناء. ومصر في أمان وسلام، أمان وسلام الله، أمان وسلام الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. غير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكبنا. A group of climate change organizations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. وأن تداعياته تزداد تفاقما يوما بعد يوم. To save our planet, which is quite literally on fire. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Quelques semaines, nous nous retrouverons à la COP 27 en Égypte. وصلنا وحضراتكم مشاهدينا الكرام لجولتنا في الصحافة، واللي هتكون منورانا فيها النهاردة الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل عليكي وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. أستاذة حريك، بس إن إحنا قبل ما نبدأ بقى نقول بعض العناوين ونتكلم عنها، إن إحنا الأول نشوف كده استعراض سريع عن أبرز ما جاء في الصحف النهاردة وبعض العناوين منها. We'll be right back.
رجعنا لحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام، ولسه منورانا الاستاذه فريده شوباشي. اكيد هنقول لحضرتك اهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا، شكرا يا حضرتك. اهلا بحضرتك. استاذه حضرتك، ان احنا نبتدي مع بعض بسرعه كده ابرز العناوين من مجله روز اليوسف. عنوان: مبادرات مصريه لتحقيق العدل المناخي تنطلق مع بدايه القمه كوب 27. الجهود المصريه تجري على قدم وساق، ومصر حريصه على تنفيذ الوعود. يعني حتى بيطلق على هذه القمه كثيرا قمه التنفيذ. بالظبط كده. تعليق حضرتك على الوعود ياما حصلت قبل كده. ايوه بالظبط. ايوه، تعليق حضرتك على كل هذه المجهودات وهذا الاصرار الهام في هذا التوقيت. انا شوفي، انا شايفه الاصرار ده بيقوده كمان شباب فاهم وواعي وجاهز انه يخاطب المصريين ويستفز وعيهم، لانه القمه دي يعني مصر النهارده هي يعني بؤره اهتمام العالم. طبعا في حوالي 100 رئيس ودوله وحكومه هيشتركوا، في 30 مؤسسه، يعني في حاجات كتير، والشباب والكبار وشخصيات شهيره. يعني دي حاجه قمه العالم كله بينتظرها. ليه؟ لانها بتتكلم عن حاجه عالميه مش محليه. يعني المناخ ده لا يخص مصر لوحدها، طبعا يخص الكرة الأرضية كلها. وده اللي الرئيس السيسي نبه له في 2018، وقال إذا ما يعني ما خدناش بالنا، ما معناه يعني هنروح، الكرة الأرضية كلها هتروح، ما فيش حد هينجو. وأنا في كلمة قالها بحب دايما أكررها، إنه ما فيش ولا دولة، يعني لا الغنية قوي ولا الفقيرة قوي، كله هيدفع ثمن تدهور المناخ. وده يعني اللي بنشوفه على ارض الواقع، ان في بلدان متقدمه جدا حصل جفاف للانهار. طبعاً. يعني ما فيهاش انها طبعاً. بما انها متقدمه مش هيحصل جفاف. ما هو لان المتقدمه دي ساهمت في ساهمت في تلويث المناخ الحقيقه. يعني يعني في الوقت في وعي، والا بعد والا دي وحشه قوي. نعم. يعني يا اما هنبتدي ناخد بالنا من كوكب الارض. نعم. ونبتدي يعني نبتعد عن الأفعال أو التصرفات أو السلوكيات اللي مثلا متعودين عليها، نولع ده أو نعمل ده أو نوقف عربية وتخ تخ تخ نطلع العدم بتاعها. لا، في حاجات كتير محتاجة إن احنا نعيد الوعي تاني. وعلى فكرة مصر بدأت بقالها شوية بتنفذ الحاجات، المطالب نقاء الكون وعدم تلويث المناخ. فده يعني برضو في ناس كتير بتشيد بحكاية التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين والكهرباء من غير يعني الحاجات، الانبعاثات اللي بتعمل انبعاثات كربونية وسامة دي مصر بعدت عنها وبتبتدي تبعد عنها بفضل الوعي، وعي القيادة بتاعتها يعني. نعم. نعم. والتنبه إلى خطورة ما يحدث. بس طبعا ما نقدرش نبقى لوحدنا، لازم العالم كله. أيوة. يبقى معني بهذا الموضوع. نعم بالتأكيد. طيب نروح كمان، وفي الحقيقة احنا عندنا مجموعة من الأخبار متعلقة طبعا بالمناخ، لأنه هو شغل الشاغل في الوقت الحالي. من جريدة الأخبار عنوان: أنظار العالم تتجه لشرم الشيخ لمناقشة مستقبل الأرض في قمة المناخ كوب 27. حضرتك ذكرتي ان طبعا الموضوع مش متعلق ببلد دون الاخر، لكن العالم طبعاً كله من الممكن طبعاً ان هو يكون متاثر نتيجه التغيرات المناخيه. وفي نفس الوقت نقطه هامه جدا حضرتك ذكرتيها، ان مصر اتجهت وبقالها فتره لاستخدام الطاقه النظيفه والتوعيه بيها برضه. سؤال بقى بيطرح نفسه، اهميه انه مصر قايمه باللي عليها وبالواجب اللي عليها تجاه المناخ، اهميه ان مصر تكون هي اللي محتضنه هذه القمه في سرعة التنفيذ والاستجابة بالنسبة طبعاً للحاضرين. طبعا، لأن هو مصر هنا بتؤكد للعالم كله أنها غير مصر اللي كانت قبل ثورة 30 يونيو. الحقيقة يعني بتوري ده إزاي؟ بتوريه بالتصرفات وبالاستعدادات على الأرض. لما تشوفي أنت النهاردة شرم الشيخ إزاي، ولما تشوفي السيارات الكهربائية اللي بتشتغل، ولما تشوفي التشجير، ولما تشوفي حتى التشجير بالنسبة لمصر كلها. يعني إحنا النهاردة بدينا بنتصرف لحماية بلدنا والعالم أيضا، مساهمة في حماية العالم. الكلام بتاع الرئيس السيسي اتسمع ليه؟ يعني ليه اتسمع في العالم كله؟ لأنه ببساطة كلام مظبوط، ما فيهش أي تحيز، ما فيهش أي يعني
حرف الأنظار ناحية حاجة هو الحقيقة. نعم. يعني أنتوا يا إما تلحقوا يا ما تلحقوش. والمطلب مش مطلب لينا، المطلب مطلب للعالم بالظبط. ما هو دي الحكاية، عشان كده العالم كله تعاطف معاه. والعالم كله حس إن مصر بتعمل حاجة ريادية فعلا. رائدة زي مصر دايما. وحتى فكرة إن السيارات يبقى فيه الإحلال والتجديد، وإن السيارات تبقى بالغاز بالزبط. والكهرباء يعني بالزبط. الأفكار دي كلها محافظة على البيئة، ومصر بتقوم بيها بالفعل بالزبط. بتقوم بيها وبتوعي التنين بيها. يعني مصر النهاردة يعني درس كل الوضع في أفريقيا مثلا، وطالبة أن الدول الغنية اللي عندها إمكانيات تساعد الدول الأفريقية الفقيرة اللي هي ما ساهمتش في حاجة تلويث المناخ، بس بتعاني من أثار ممارسات الآخرين. فده برضو يعني نوع من الإحساس بكل واحد. يعني الحقيقة مش عايزة يعني مش شوفينية والله، بس مصر يعني النهاردة رائدة في أكتر من مجال، والحمد لله إن العالم كله بيشيد بمصر الحالية. لأنها بالفعل يعني تستحق الإشادة، الحمد لله يعني ولله الحمد. طيب نروح لموضوع تاني كمان، ومن اليوم السابع، أو إحنا لسه في نفس الموضوع لكن نروح لعنوان آخر، يعني الشباب في قلب كوب 27 بتوجيهات رئاسية، وده من اليوم السابع. فكرة مشاركة الشباب وحريك ذكرتي في البداية، لكن عايزين نركز أكتر على أهمية اهتمام الشباب بالحفاظ على البيئة والمشاركة في الحفاظ على البيئة. أولا الشباب أنت بتوعيه بقالك فترة بالبيئة وبخطورة التدهور البيئي يعني. نمرة اتنين، ودي حاجة مهمة جدا 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 لازم كل اللي بيشوفونا يعرفوها، أن الرئيس السيسي بيراهن من أول لحظة على الشباب. يعني الشباب عندك بقى نائب وزير، نائب محافظ، استعدادا للقيادة، لأن ده راجل محترم وعارف أنه مستقبل مصر واستمرارها في وضعها المحترم هو أن الشباب يمسكها مش اللي بيموتوا. يعني مثلا لما يبقى حد في نهاية الرحلة هتدي له حاجة، طب وبعدين؟ لا، الشباب بيؤهل وبيتم يعني تدريبه على انه يقود. فالنهارده الشباب واعي بتوجهات الدوله المصريه، ولانه واعي ولانه مؤمن بقى فبيشتغل بالحقيقه بطريقه تدعو للاعجاب. نسبه كبيره من الشباب مشاركه في حياه كريمه بالظبط، ومؤتمر الشباب كان قائم بالشباب وكان يعني ناجح جدا، وبل بالعكس كمان ده الناس بدأت تتكلم ان ممكن الخبرات اللي قامت بمؤتمر الشباب يبقى العالم محتاج ان هو يستعين بالفن والإبداع بالزبط اللي هم بيقوموا بيه. فإعطاء الفرصة فعلا للشباب في هذه الأونة أصبح واضح للجميع. انت ما بتدي الفرصة للشباب، بتدي الفرصة لمصر المستقبل. يعني الرئيس كل ما بيتكلم بيقول احنا بنفكر في الجيل اللي جاي، في الأجيال اللي جاية. يعني اللي بيتعمل النهاردة مش يعني اسمها اديني غديني النهارده وموتني، عيشني النهارده وموتني بكره. لا، هو دايما بيتكلم على ان احنا الامثله دي الميئسه خلاص ما تنفعش يعني للعالم، ان احنا نستمر في التفاؤل ونستمر في العمل ونؤمن بانه انت عشان تبني بلدك لازم سواعد الشباب تشارك فيها وتعليها. يعني احنا على فكرة لسه كنت بتكلم مع حد النهاردة الصبح، يعني بقول له طب احنا في الستينات بنينا السد العالي اللي هو احدى معجزات القرن العشرين واكبر مشروع، احنا احد معجزات الانسانية واكبر مشروع في القرن العشرين. احنا بس يعني ركننا كده شوية، بس بنرجع تاني نستيقظ، استيقظنا الحمد لله في 30 يونيو، وبندافع عن بلدنا وبندافع عن مستقبل الأولاد الأجيال اللي جاية يعني. نعم نعم. طيب نروح لموقع القاهرة الإخبارية وعنوان فرصة لمعالجة التحديات، قادة العالم ومشاهيره يشاركون في قمة المناخ كوب 27. أهمية الحضور وأن مشاهير كمان يكونوا موجودين طبعاً في قمة طبعاً المناخ، بعيدا عن أني لا أعتقد أن ممكن يكون في حد دلوقتي مش عارف قضية المناخ ومشكلات المناخ، لكن حضور مشاهير كمان غير أيضا قادة العالم، أعتقد أن ده بيخلي اللي ملفتش انتباهه المشكلات اللي بيعاني منها العالم يلتفت انتباهه أكتر. طبعا طبعا، أصل هي
القناة بتاعت القاهرة فعلا فعلا كلمة عاصمة العالم، عاصمة الخبر فعلا اسم على مسمى، لأن النهاردة أنت بتعيشي كل حاجة بموضوعية وأمانة. خدي بالك، أنا لما أنا ليه بفقد ساعات مثلا في قنوات الوقت ما شغالة ما بشوفهاش، لأن عارفة إنها من متابعتي، كل ده مسبوق قلت لك قبل كده، ربنا يدي حركة صح، من متابعتي بقول الله بيقولوا كلام مش مظبوط، فلما يقولوا كلام مش مظبوط بنفقد الثقه، او نص المعلومه، ونص المعلومه معناها برضو مش عشان برضو ده مش برضو مقصوده يعني، مش مش سذاجه. فالحقيقه النهارده في حمله توعيه رائعه باهميه المناخ. انت لما تشوفي انا مش قادره دلوقتي ما بسيبش القناه يعني، يعني ليه؟ وبعدين في ناس كتير عندي اصدقاء بيبعتوا لي على الواتس وساعات على الفيسبوك على اللي يعني خاص يعني ان قول لنا التردد ايه. الحمد لله بقوا يحطوا دلوقتي التردد وعرفنا وبقينا نقول لهم لا، وكمان احنا في تغطياتنا ونشاراتنا كثيرا ما بنذكر مره طبعاً اخرى التردد الخاص بالقاهره الاخباريه واكسترا لايف، لان هم برضو قناتين بالضبط يعني. اكسترا لايف لسه ما عرفهاش هي هتشتغل امتى، دلوقتي في البث التجريبي، البث التجريبي بس قناة القاهرة هايلة، وكل صوري والله العظيم ناس من أمريكا طلبوا مني التردد، فده بيديكي برضو إحساس بالسعادة طبعا، إن أنت بتقدري بإعلامك المحترم المحترم، لأنه لو أنت متحيزة وبتقولي كلام دعائي بس يعني ما حدش هيثق فيك يعني. وحضرتك بتكلمي على القاهرة الإخبارية، في الحقيقة يعني يمكن من شهرين ثلاثة لو كان حد قال لي إن أنا بسمع كل هذا الكلام على القاهرة الإخبارية أقول كنت هشعر بالغيرة، لكن إن إحنا مش مشاركين في مثل هذا الحدث، بعيدا طبعا عن الإكسترا نيوز إحنا دايما فخورين بها أوي، لكن في الحقيقة افتتاح القاهرة الإخبارية كان بداية تنم عما هو قادم، وكان افتتاح مشرف، كلنا كنا في قمة السعادة إن بالفعل في قناة مصرية بالزبط بهذا الشكل وبقت عالمية. نعم يعني عالمية في ظرف يومين يا جماعة، دي حاجة ما حصلتش قبل كده طبعا. يعني أنت عارفة والله أنا عندي موجود الرسائل بتاع الجماعة اللي بقولك اللي طالبين مني الترد يعني أنا حتى فرحت، اتخضيت وفرحت إنه في أمريكا وفي كندا مش طالبين مني ان انا اقول لهم التردد، يعني ده معناها انهم برضو بيسمعوا ان دي قناه هايله، ويعني ولسه كمان القدم افضل باذن الله. بالظبط، انا هقول لك على حاجه، هي الفكره ايه؟ الفكره انك انت لما بتقولي حاجه بمصداقيه هو ده الرهان الوحيد طبعا، الرهان الوحيد المصداقيه. والحقيقه اكسترا نيوز والوقت القاهره الاثنين اهم حاجه فيهم المصداقيه، يعني القيادة بتاعتهم فاهمة دي كويس قوي يعني. الله يخلي حضرتك. طيب نروح لعنوان تاني وده من الدستور، وكتبت ادخلوها آمنين، مصر بالزبط جاهزة لاستقبال ضيوف قمة المناخ في شرم الشيخ، رسالة عن الأمن والأمان واللي العالم كله أيضا بيشيد بيها، ومصر كانت من ضمن الدول، إن ما كانتش هي مصر هي الرائدة طبعاً، فإن هي بتحذر العالم كله من أنه لابد من الحفاظ على الأمن في الدول ولابد من التعاون كمان. اليوم مصر معروفة أن هي من أكثر الدول أماناً طبعاً، الحمد لله الحمد لله. إحنا يعني أنا مثلاً بفكر في اللي زي يعني اللي أنا كنت بخاف أطلع من البيت، النهاردة يعني بتمشي وبتتكلمي وبتروحي، طبعاً في لسه اللي بيجعجعوا ويتقيأوا الكلام الفاضي بتاعهم ومش قادرين يعرفوا إن إحنا ما اشتقناش للأيام السودة يعني والله مش هنشتاق، وبعدين مش قادرين يعرفوا ان انتوا جربتوا وكان معاكوا كل حاجه وفشلتوا، حلوا عننا بقى يعني، ابعدوا عننا وسيبونا احنا بنكمل. هو فعلا صعب ان حد يشتاق للايام دي يعني، ده مش طبيعي. لا يعني هم ما عندهمش، ما فيش. انت عارفه انا النهارده لما امشي الاقي لسه وانا جايه دلوقتي على المدينه الطريق بقى واسع، يعني بحيث ان يبقى فيه صعب جدا يبقى فيه زي الاول تكدس كده لان ده برضو مضر للبيئه. شوفي الدوله دي حاليا دوله الجمهوريه الجديده زي ما نقول، هي فعلا جمهوريه جديده لانها فعلا بتعمل كل حاجه وفق المعايير كل ناحيه، الوطنيه والاخلاقيه والمهنيه كمان. انت لما تشوفي التمجيد النهارده
للصناعات والاشتراك الشباب في الصناعات وتشجيعهم في المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة والمتوسطة وإلى آخره، كل ده بيخليك تحسي إن إحنا ميلاد دولة تانية خالص بدأت تحظى بشكل مفهوم ومحسوس جدا باحترام العالم كله. نعم. وتقديره لهذا. يعني هو في حاجة يمكن تكون برا الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه، لكن وحضرتك بتكلمي على الجمهورية الجديدة، في حاجة يمكن ما كانتش بتيجي على البال في السابق، وده سيادة الرئيس كثيرا ما بيهتم بيها وقالها بشكل واضح، عايز عين المواطن المصري تاخد على الشكل المتحضر الجميل. بالزبط. الموضوع ان يبقى فيه ايجاد فرص عمل، يبقى فيه استثمارات، يبقى فيه فعلا حفاظ على المناخ والبيئه، وكمان حتى في المناطق الجديده ان لازم يبقى عين المواطن المصري وعين الطفل اللي بعد كده هيبقى هو المسؤول يبقى واخد على ان الشكل جميل. بالظبط كده. هو ده يعني، هو ان احنا يعني التردي اللي كان موجود قبل كده والمناظر اللي شفناها كانت الحقيقة مفزعة ولا تليق بمصر. نعم. فإن إحنا النهاردة نلاقي شباب بدأ يفكر بقى، مش يعني التواكل اللهبل، ها أنت لا أنت تنام ورزقك هيجي لك، المائدة هتجي لك لغاية السرير، لا مش كده. ربنا قال قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هو ده الشعار بتاعنا النهاردة وبتاع قيادتنا. فعشان كده في توطين الصناعة، في التوسع في إشراك الشباب في كل حاجة. الشباب مش بعيد، ما فيش حاجة بيعملها الرئيس السيسي والشباب بعيد عنها. نعم. كل حاجة هو الشباب فيها، مع الوضع في الاعتبار أن بيتم الاهتمام بكل المراحل العمرية. يعني طبعاً الشباب طبعاً يمكن كان بيبقى في جنب شوية في مرحلة من المراحل، دلوقتي بقى من ضمن الاهتمامات الكبرى. لكن كمان وحضرتك بتتكلمي على الجمهورية الجديدة، لازم نذكر فكرة التمكين الاقتصادي، وأن حتى اللي مش عارف يعمل مشروع ممكن أنه هو يتوجه للمراكز المختلفة تقول لهم أنتوا ممكن تعملوا المشروع الفلاني، ممكن تعملوا كذا، ممكن تعلموا كمان طبعاً يعمل المشروع ده إزاي. طبعا هو هي دي، هو ده هو الشباب ليه بيثق في القياده. لانه شايف انها بتشتغل عشانه. يعني القياده دي بتشتغل لخدمه مصر والمصريين. نعم. للمواطنه. يعني زي ما بنقول تحيا مصر، غير ما بنقول طز في مصر واللي في مصر. يعني لا، يعني احنا عايزين بنسترجع دلوقتي شعورنا وانتمائنا الوطني الحقيقي والمحترم، واللي هو هيصعد بمصر الى علان السماء بإذن. يعني زي ما قال الرئيس، هي أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. فعلا أنا متأكدة أنها هتبقى قد الدنيا إن شاء الله بإذن الله. طيب نروح كمان للدستور وبنقرأ منها. رئيس الوزراء: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بتعتبر ترجمة حقيقية لقمة المناخ. طبعا هذه المبادرة مبادرة هامة جدا، وفي نفس الوقت كون أن يبقى يتم اختيار مشروع من عدد من المحافظات، يعني ما يبقاش كل المشروعات من محافظة واحدة. طبعا ده موضوع مهم جدا وملفت للانتباه، وكويس ان في متابعه. يعني انت في الجمهوريه الجديده دلوقتي بتشوفي المسؤولين بيتابعوا. يعني انت بتشوفي، غير بقى ان الرئيس طبعا ما بينامش كل يوم في مشروع ويتابع، لكن في الدكتور مصطفى مدبولي دلوقتي مثلا في بالنسبه للمحافظات عارف المحافظه دي بتعمل ايه والمحافظه دي، وبيتابع. هي دي يعني كل محافظه عندها الخصوصيه بتاعتها. يعني في مثلا المحافظات اللي بتبقى الحاجات اليدويه، الحرف اليدويه فيها والسجاجيد يعني والحاجات دي، وفي اللي بيبقى مكن، وفي اللي بيبقى سيارات، وفي اللي بيبقى الكترونيات. يعني في كل حاجه دلوقتي، كل حاجه دلوقتي احنا بنحاول نصنعها. ده جنب بقى ان في توسع في الزراعه علشان نقدر يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، وهو ده اللي بيخلي الانسان قوي، الاكتفاء الذاتي، انك انت عندك كل حاجه بتاعتك تقريبا ذاتيه باكتفاء بتكفيكي، وفوق ده كله كمان انك انت بتنتجي ما يؤهلك انك يعني انتاج محترم ومشرف تقدري تصدريه، وبتجيبي عمله صعبه تجيبي بيها حاجات اللي ناقصاكي كل. نعم. ده يعني واحنا كمان بنتكلم على المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه، وبنتكلم على إن مشروعات مختلفة من محافظات مختلفة، فكان التعليق الأول في إن كل مشروع متعلق بالبيئة اللي هو خارج منها وكيفية الحفاظ على المناخ داخل هذه المحافظة. بالضبط. هو ده، هي دي. أنت عارفة لما الحاجات تقوم على دراسة واعية ودراسة حقيقية وموضوعية بتجيب نتيجة. نعم. لكن لما يبقى حاجات كده عشوائية يلا روح اعمل كذا، لأ،
يعني انت النهارده بتاهلي كمان الشباب. نعم. وبتاهلي المراه المصريه المعيله واللي هي او اللي تقدر تشتغل مثلا في حاجات مشاريع مشروعات صغيره ومشروعات. انا دايما اضرب مثل بالصين. الصين لما كانت لسه بتنهض واحنا كنا تقريبا نفس المستوى معاها، كانت بتخلي الستات اللي قاعده في البيت تجيب لها مكنه وتشغلها تشتغل عليها، تجيب لها مثلا حاجه يعني حتى في البيت. يعني طاقة الإنسان ما يصحش يبقى خامل ويبقى نايم ويبقى عايز حد يخدمه، لا أنا أخدم نفسي، هو ده قانون الطبيعة كده. يبقى وجودي ليه دور مهم. لازم لازم يبقى وجودي له دور، لأنه لو ملوش دور ما يعني أصبح حمل. بدل ما يكون يعني بيساعد أصبح حمل. طيب نروح للوطن وعنوان آخر، طريق كوب 27 مفروش بالمبادرات الخضراء، والمبادرات الخضراء لا تنتهي في مصر. بالضبط كله النهاردة شوفي زي ما كنا بنقول دلوقتي الصناع المصانع اللي بتتبني دلوقتي بتتبني على أسس احترام المناخ مثلا، التشجير، الوقود اللي هو الوقود الغير ضار، يعني مثلا بنزين والسولار والحاجات دي بتبتدي بقى شويه بشويه تتركن، وعندك بقى السيارات الكهربائيه، يعني في حاجات كتير لانه ما فيش حل تاني. نعم. يعني ما لناش حل لاستمرار حياتنا وحياه الكوكب إلا اعتماد المعايير دي اللي نعم. هي بتحافظ على البيئة وبتحافظ على المناخ وبتحافظ على الإنسان طبعا. لأنه شوف أنت الأمراض اللي بتنجم عن التلوث البيئي يعني فظيع في كل حتة على فكرة. نعم. طب لما نبقى كلنا مرضى مين اللي هيخدم مين اللي هي نعم. لا بإذن الله إن شاء الله ما يبقاش فيه أمراض، ويا رب يعني بالتأكيد العالم كله أنظاره متجهة إلى قمة المناخ كوب 27. أستاذة فريدة شواشي جزيل الشكر على حضور حضرتك وهذه الجولة الصحفية، نورتينا. شكرا يا نورتينا. ومشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقة هذا الصباح.